اخباره ايه دلوقتي؟ مين؟ عزرائيل؟ هو انا مت ودخلت الجنة ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت الممرضة بتاعتي؟ ايوه يا حاج، تحت امرك. اسمك ايه يا شاب؟ ايه يا حاج؟ هنبتدي من اولها يعني؟ تبر قلبي، شو بدك من اسمها؟ معلش يا حليمة، ما هو لازم يعرف اسمها. انا اسمي زهرة. اسمك حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، حضرتك وانت قاعد غير وانت واقف خالص. انت اكيد ابنه مش كده؟ يا تقبريني، شو ابنه؟ هذا اخي ماجد، يقبر قلبي، طيار قد الدنيا. طيار؟ اهلا وسهلا، تشرفنا. وانتوا بقى مين؟ احنا مراتاته يا حبيبتي. مدام فهيمه ومدام حليمه اختي، يبقوا زوجات الحب. كفاية رغي بقى، هو في البيت رغي وهنا رغي؟ ارحموني، حرام عليكم، انا تعبان تعبان قوي. ما تقولش كده يا حاج، ده انت زي الفل والحمد لله. لا تعبان، واما اقول انا تعبان يعني تعبان. ممكن تتفضلوا بقى. يلا يا مدام فهيمة، يلا يا اختي، يلا بقى. مع السلامة. خلونا نسيب الحاج يرتاح. اتفضلي. هنا سلامتك يا حاج. طب اسمك انا الحاج، وعدي عليك ان شاء الله كمان شويه. لا لا استني استني، انت خليكي جنبي. ايوه بس انت لازم تستريح. بقول لك خليكي جنبي، مش انت الممرضه بتاعتي؟ ايوه بس انت واخد حقنه منومه ولازم تنام وتستريح شويه. انام ايه؟ هو اللي تشوفك يعرف ينام. بقول لك ايه، اطمني كده ان الباب اتقفل. قفلوا عليهم الباب ليه؟ يا مدام ايه لزوم القلق ده؟ احنا اللي قفلنا الباب، وبعدين ممرضة موجودة معاه، جايز تديله حقنة أو بتغير له على الجرح. انتوا شفتوا عيونه شلون طلعت لبرا لما شاف الممرضة؟ الله أكبر، احنا ابتدينا بقى وجع الدماغ. السلام عليكم. لا استنى، تعال تعال نشوف بيعملوا ايه جوه. يا جماعة عيب اللي بتعملوه ده، عيب. ممرضة موجودة مع واحد لسه خارج من أوضة الإنعاش، هتكون بتعمل إيه معاه يعني؟ والله أنا ماني مرتاحة، تقبرني يا ماجد، تفوت أنت تطلع عليه. وأنا اللي بقول عليكي عقلة يا حليمة؟ عقلة؟ عقلة؟ هو اللي يتجوز الحاج يبقى في عقل؟ مساء الخير. مساء النور يا كابتن، إزيك؟ الحمد لله، الحاج أخبره إيه؟ لا كويس الحمد لله، أنا سايباه نايم. خلصت ورديتي بقى وماشية. طب كويس، خلاص أنا اطمنت عليه، مفيش داعي لفعلها. اسمح لي أوصلك؟ لا متشكرة، معايا توصيل. معاكي عربية يعني؟ لا أنا راكبة ميكروباص. طب اسمحي لي إن أنا أوصلك؟ لا معلش، مش عايز تعبك معايا، باي باي. لا لا في تعب ولا حاجة. أصل بيتي بعيد أوي عليك. تسمع على خير. لا اي ايه؟ وفي ابر احلى من كده؟ بالشفا يا حاج. الله، احلى كلمه بتسمعها وداني. وبعدين معاك بقى، تعالي بس، رايحه فين؟ تصدقي بالله لا اله الا الله، انا هخلي الواد منتصر مدير مكتبي يجيب لي كوردر عشان اسجلها لك. دي ولا اغاني ام كلثوم؟ طب يلا هشيلك دي بقى عشان تنام شويه. يلا. لا انام ايه، حرام عليكي، ليه عايزه تحرميني اشوف القمر؟ وبعدين معاك بقى، حد بعدين يخش علينا يسمعك بتقولي الكلام ده يقول عليا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انا هزعل منك، لو زعلت منك مش هتكلم معاك تاني. حرام عليك، حرام عليك تحكمي عليا بالاعدام. شش، ودي صوتك احسن، بعدين مراتك الاثنين يطبوا عليك. يا ساتر يا رب، ايه اللي جاب سيره ريا وسكينه دلوقتي؟ لا قول يا حاج، هو انت اتجوزتهم؟ انا اقول لك، من ساعات كده بعيد عنك الواحد تجي له مصيبه من حيث لا يدري، اهم دول عاملين زي الرصاصتين اللي صابوني. اللي بالحق، مين اللي كان عايز يقتلك؟ نفسي اعرفه، نفسي اشوفهم عشان اشكرهم على انهم ضربوني بالرصاص. تشكرهم؟
الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ ما هو لولا ضربوني بالنار ما كنتش جيت هنا وشفت القمر.